The purpose of our visit has been, of course, to look at the projects that we're working with here, with Dansk, of course, but also with UNRWA and St. John's Eye Care Hospital. We see a very high rate of diabetes. We heard that the published figures are around 12.5%, but the unpublished figures are probably around 20%. And that was in the West Bank, and in Gaza, they could probably even be higher than 20%. So these interventions are essential because not much else is being done. طبعا عندنا المنطقة مهمشة نوعا ما خصوصا لمرضى السكري، فإحنا بنشكر فريق المطلع اللي زارنا بالعيادة واهتم بالموظفين يعني كوادر طبية والمرضى، فإحنا حصلنا منهم كموظفين على تبادل معلومات من خلال مثلا عيادة القدم السكري، وإحنا كنا ما عندنا أي خبرة عنها. شاركنا معهم أكثر من مرة إنه ندخل معهم في السيارة، والصبايا الممرضات يعلمونا بالخطوات والتقييم اللي بيشتغلوا عليه، وأساس إحنا نستفيد ونقدر نفيد كمان المرضى اللي عنا. كمان بالنسبة لعيادة العيون أو الفحص البصر، معظم مرضانا اللي بالسكري عمره ما واحد فيهم اهتم يفحص عينيه، فكتير فادتنا، كتير فادت المرضى، وخصوصا انها السياره متنقله والمريض ما تغلب يروح على مكان بعيد، في نفس العياده اخذ الخدمه كامله. وبالاضافه للمثقفه التثقيف الصحي بالنسبه للتغذيه كمان. التغذيه التحميه يعني الحميه والرياضه، واعطاني تعليماتها للرياضه والحميه واخذ الدواء في الوقت المعين. هلا صار عندي تغيرات، تحسنت النظر، صار عندي يعني استقر بعد ما نزل 86. تعب في الكلى، تعب الكلى. انا كان وزني اول ما ضربني السكر 105، بس الحين مستقر يعني حسب الطول والوزن منيح. الطول مع الوزن مليح الحين عندي. هلا قد وزنك؟ وزني الحين تقريبا 76، طولي 178 يعني مناسب. الطول مع مناسب. يعني هاي كثير مهمة انه كمان الكل يعرف انه لما نزل وزنه، لما نزل وزنه شوف انه نزل السكر التراكم عنده وتحسن السكر عنده. الحين بعانيش من الم مثلا في القدمين زي اول. الضغط على الكلى خف، التهاب الكلى يعني مليح، النظر عندي صفي يعني صرت اشوف مليح، اول بقيت اشوف 1-2 في 13. What we were very happy to see about in the West Bank was the replication that the government is actually doing now. So one clinic is being replicated in Yatta, for instance, by the government, and that is exactly what we would like to see. That's a sign of sustainability that the government is actually taking over and refining and replicating what has already been done. So that was a very 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 great visit to see that. أول شيء إحنا نشكر العيادة المتنقلة، عيادة السكري في بلدة يطا، على الخدمات اللي بتقدمها لمرضى السكري. بالنسبة للي استفدناه من هاي العيادة بالنسبة للأكل، يعني مثلا إحنا ما كناش نعرف وجبات الأكل خاصة لمرضى السكري، اللي هي الممرضة اللي مسؤولة عن التغذية نشكرها، قدمت لنا مثلا كيف بدك الفطور، الغداء، العشاء. احنا كنا الاول ما الوجبات اللي هي عمليه الترتيب ما نعرفش كيف بتتم، كنا اللي يجي قدامنا ناكله ليس بمقادير، وانما شرحت لنا كمثلا الرز كم من معلقه ناكل. We've been active here for 13 years now, starting with Dansk Aid as well. But we also feel it's time to consolidate some of the experiences and to see the stakeholders that we have been engaged with work more closely together. And especially we would like to see a much stronger involvement of the Ministry of Health.